شعارنا في اتحاد كارير كام هو التدريب للتصنيع، لاننا بنحاول ننقل خبراتنا كمدربين في تصميم استنباط البلاستيك والسارك مع تول زي السوليد ووركس. عشان تبقى مصمم استنباط بلاستيك وسارك محترف لازم تعدي 3 خطوات. اول خطوه وهي ان انت بنبدا من اللاشيء، ناوي الرسم الهندسي، نخش بعد كده على رسم البرطات، وبعد رسم البرطات تخش على حاجه اسمها الاسمبلي او التجميع، الرسم التجميعي، وبعد رسم التجميع تيجي حاجه اسمها الرسم التنفيذي. تاني خطوه عندنا وهي ان انا بخش على حاجه تول اسمها سيرفس، وهي اللي بتاهلني ان انا ارسم البرطات المعقده اللي فيها اورجانيك او فري فورم شيبس. تالت خطوه عندنا وهي الاهم معانا، وهي ببدا فيها بخامات البلاستيك، وبعد كده اطلع فيها وبخش على مكنه حقن البلاستيك، وبعد مكنه حقن البلاستيك باجي لاخر مرحله وهي تصميم استنباط البلاستيك كامله وايه الستاندرد بتاعها. وكمان بعض خلال الكورس عيوب الحق وازاي اعالجها من خلال سيميليشن. اما بالنسبه لكورس استنباط السارك فهو بنتكلم فيه في الاول على اعمال السارك بالكامل وحسابات التالي، وبعد كده بنبدا نخش على تول اسمها اللوجو بريس، ومن خلال اللوجو بريس دي بنبدا نخش على الحسابات بتاعه، اما ان انا اعمل استنباط قطع او استنباط فورمينج او تشكيل. ومن خلال اللوجو بريس ده نقدر نعرف ازاي اعمل الاستنباط دي، وبعد كده ممكن اتطرق الى انواعها زي الكومباين والبروجريسيف والعدد. تقدر تسجل معانا على اللينك، تسيب لنا تعليق تحت هنا او ترسلنا على الصفحه. شكرا.